لقد مررت بثلاث مراحل من الخوف. أول مرحلة عندما فكرت بما قد فعلته الآن. أما المرحلة الثانية كانت تواجهني هناك في المعبد، عندما أرقت القطران على الجدران ورميت الكرات القماشية هنا وهناك، ولكني تغلبت عليه بالنبيذ. عشر جرعات لا تسكر ولكنها تطرد الخوف. أما أشد المراحل رعبا وهلعا هي الثالثة، احترق المعبد، سقطت أحد الأعمدة، الجميع يتراقدون في جميع الاتجاهات، أطفال، شيوخ، نساء وحتى العبيد، جميعهم يتراقدون إلى شعلتي أنا. أما أنا صعدت إلى مكان مرتفع وصرخت: أيها الناس، أيها الناس، أنا الذي أحرق هذا المعبد، واسمي هيروستراتس. ومن وقتها لم أعرف طعم النوم أبدا. هذا مونولوج هو بالسجن مو؟ تماما. فيني أسألك شو اسمك بعد هالمقدمة اللطيفة؟ سامر سالم، عمري 26، من حلب. أنا اللي حبيت إنه أنت عولت على عالمك الداخلي، ما حولت وشك العب فيه، ما حولت بيقولوا تمثل بوشك، ما حولت تمثل ب، كنت هيك محافظ على الطاقة وعارف كيف توجهها، وما أنك مبعسر قدرت تنقلنا هذا العالم اللي عايش جواتك. قدرنا نشوف المعبد، قدرنا نتخيل شكل الحريق. أنا استرسلت كتير ما بعرف، بس شكرا لك. شكرا كتير. سامر، هيك مشهد بقدر شوفه بفحص المعهد العالي للفنون المسرحية، لما بده ينعرض على التلفزيون الناس بدها تقول شو هاد وشو يعني وشو عم بيصير، بس ما بعول على البرنامج مقدم لكل شرائح المجتمع، فأنا بدي الكل يعرفوا شو عم بيصير. أنا بالنسبة لي كان مقنع، أنا بالنسبة لي كان عم بيقول لي حالة معينة. تمنيت أنه أقدر كمل المسرحية، أقدر شوفها كل المسرحية حتى كمل هذا الشيء اللي عم بيصير. هذا الشعور اللي وصلني. معناتها شو بتصوتوا؟ أنا معك. شكرا. شكرا. تفضل. أنا معك. شكرا كثير. أنا آسفة، وجهة نظري يمكن مختلفة، بس أكيد أنت ممثل كويس. شكرا كثير. شكرا كثير لكم. شكرا كثير لكم. شكرا.